أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم رسالة جديدة. وحشتوني جدا جدا. من أسبوع للأسبوع طبعا بيكون معايا مواضيع جديدة ومواضيع شيقة، ويا رب تنول إعجاب حضراتكم. طبعا يعني كلنا بنتعلم من بعض، كل أسبوع بيكون معايا زي ما بنقول كده في الصندوق بتاعي في رسالة جديدة في حكايات وأسرار جديدة. النهاردة يسعدني ويشرفني يكون متواجد معايا في رسالتي سعادة المستشار القانوني الدكتور محمد الجمل. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، نورتنا. الله يخليك. أول ما حد بيسمع كلمة قانون كله بيتاخد كده وأعصابه يعني بخير. ده بيخاف وشق جنائي بقى وحوارات. لا، الموضوع هيبقى كوميديا النهاردة وموضوع سلس اللي حضرتك اخترته. طبعا طبعا في البداية حابك تعرف نفسك للمشاهدين الأول. محمد عبد الباقي الجمل، محامي. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. مش عايز انا اقول اسم الحلقه واسم الفقره النهارده، حابه حضرتك انت اللي يعني تذكر لي اسم الحلقه واسم ملخص الفقره النهارده. وهنتكلم في موضوع طبعا بسيط يعني. اول ما ذكرنا اسم اسباب الاباحه كله طبعا ساب الاسباب وركز في كلمه يعني جمله الاباحه دي. اخذها تحت شق بقى ان ايه يندرج ان لا هي حاجه مش لطيفه. ما هو عشان ما اكملش بقيه الموضوع. فيعني طبعا حابة حضرتك تتكلم باستفاضة كاملة وتوضح لي بقى ما هي أسباب الإباحة في المقدمة كده مبدئيا كده. بسم الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب الإباحة هو ممكن يكون زي ما حضرتك بتتكلمي إن الناس بتبص بس لكلمة الإباحة. طب هو إباحة دي جاية من كلمة مباح. فعل مباح. أسباب الإباحة وموانع العقاب، لما يكون هو فعل مباح وبالتالي مش هيترتب عليه عقاب، لأن الفعل في متناول الجميع مباح، مفيش تجريم. تمام. هي حضرتك برضو توضح لهم نقطة الإباحة نفسها في مجمل الكلمة نفسها، علشان كله هيبتدي يندرج تحت نمط إن دي كلمة لا تنفعش تتذكر على الهواء. وكان عايزة يعني حضرتك بصورة مبسطة حضرتك توصل لهم بس المعلومة الكلمة بس الأول. لا، هي الموضوع ينفع ينقال على الهواء وجميل خالص. تمام. أسباب الإباحة هي أفعال تخرج من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة. تمام. دائرة التجريم يعني فعل معاقب عليه، بمعنى والكل عارف ان الفعل ده مجرم قانونا. تمام. ولكن في ظروف معينه ما ينفعش ان انا اتعاقب لان فعل مباح. تمام. ادي مثال بسيط به يتضح المقال يعني. تمام. التعدي على الـ على الـ على الـ على الجسد. تمام. او التعدي على الاخرين بالسب او بالشتم او بالضرب او بالجرح. تمام. ده كل دي افعال مجرمه قانونا. صحيح. تمام كده. بس فيه وقت معين وفيه ظروف معينه انا لو ارتكبت حتى الفعل ده ما عاقبش عليه. اللي هي الظروف دي الاستثنائيه بتبقى بتكون في ظروف ايه مثلا؟ ظروف ايه بقى مثلا؟ لما يكون مثلا دلوقتي طبيب من حقه ان هو يجري عمليه باعتبار ان ده شغله. صحيح. تمام. يجري عمليه ممكن يتعرض للجرح، ممكن يتعرض لاستئصال جزء من الجسد. تمام. طب هل الطبيب ده هيتعاقب ولا مش هيتعاقب؟ لا، مش هيعاقب. مش هيعاقب. جريمه القتل، جريمه القتل هل هي جائزه مباحه ولا يعاقب عليها قانونا؟ لا، يعاقب عليها. يعاقب عليها. طب ليه عشماوي لما يجي ينفذ حكم الاعدام ما يعاقبش؟ لان ده اسمه القيام بالعمل، هو عمله كده. تمام. القانون ده اللي كف... ده المباح. دي اسباب الاباحه. إباحة. تمام. زي ما قلنا برضو التعدي على الاشخاص بالسب او بالشتم او بالضرب. ونيجي بقى مثلا نبص لايه الوالد لما يجي مثلا في حاله تاديب نجله ابنه. تمام. بيشتم وبيضرب وبيعمل. تمام. طب ده فعل يعني في غير الاب والابن بقى مباح او غير مباح ولا مجرم؟ هو مجرم. بس الاب له عذر او له سبب، من ده سبب من اسباب الاباحه. ان هو من حقه. تمام. اللي هو حق اسمه في الوقت ده. الرخصه دي بقى اللي هو حق التاديب، حق من الوالد انه يؤدي بنجله. تمام كده. وحتى القانون عمل لها برضه يعني نطاق او اطار، ما ينفعش الاب كمان يخرج عن الاطار ده. صحيح. تمام كده. اللي هو الايذاء النفسي والايذاء البدني، او ان مثلا يكون هذا التعدي من وراء حاجه تانية مثلا سبب غير مشروع. بضرب ابني عشان يسرق، بضربه عشان يرتكب فعل محرم او مجرم قانونا. المهم ان انا بادبه. انا بادبه. تمام. وممكن التاديب ده اضطر ان انا اضرب او امد ايدي او اشتم. حطيت ايدك على نقطه حلوه هي بمساله التاديب. تاديب الزوجات. لان في زوجات كتير عايزه تتادب بصراحه. يعني ايه يعني دلوقتي ما شاء الله اي ست يحصل خلاف بينها وبين الزوج بقت في ستات. يعني حضرتك اظن القضايا اللي بتبقى تحت ايد حضرتك يعني اكيد فيها قضايا ضرب كتير. قضايا طلاق كتير، ودي بقى لها حلقات ثانيه لوحدها. الستات اللي بقت تضرب الرجاله دلوقتي يظرفها. لا، هو المفروض زي ما قلنا حق سلامة الجسد
تمام، وحق ان مفيش حد يتعدى عليا بالسب او بالشتم او بضرب، ده تمام. الحق ده مكفول للجميع. طب هو مباح ليه ان هو يؤدب زوجته بالضرب؟ انا اقول لحضرتك اهو، هو بس مكفول بالقانون. تمام، انما هل من حق الزوج تاديب زوجته بالضرب؟ والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولكن الضرب ده ضرب ايه؟ ضرب مبرح؟ ضرب ادى الى ايذاء نفسي او جسدي ولا لا؟ طب هل الضرب ده تجاوز حد التاديب ولا لا؟ تمام؟ تمام. ان كان الضرب ده لم يتجاوز حد التاديب يبقى هو مباح. ولكن هو حق للزوج وليس واجبا عليه. في فرق شاسع بين الحق والواجب. الواجب حق، الواجب لازم يعني لازم اقوم بالواجب ده لان هو واجب عليا، فرض عليا لازم اعمله. تمام؟ زي واجب الانفاق، الزوج لازم ينفق على زوجته، ده حق ولا واجب؟ لا واجب. انه ينفق على زوجته ده واجب عليه. طب حق التاديب بقى ده حق وليس واجب، والحق يمكن التنازل عنه. الحق يمكن التنازل عنه، ممكن نتنازل عن حقي كله، ممكن نتنازل عن جزء من حقي. تمام كده؟ فهو من حق الزوج يؤدب زوجته بالضرب، من حق، بس ممكن يتغاضى عن ده. ممكن يعني ان الزوج يسلك طرق تانية خالص غير الضرب. بمعنى تمام اللي يسلك يعني هو بص اقول لحضرتك ساعه المستشار، اسهل طريق الراجل بقى يستخدمه دلوقتي او يقول ايه، ده انا ابقى راجل وقوي ان انا اول ما امد ايدي على زوجتي كده انا ابقى راجل ورجوله، يعني زي ما بنقول كده ان انا ما دام مديت ايدي وضربت ابقى كده تمام قدامها زي ما بيقولوا هيرو. تمام. في وفي ستات تحس ان هي ايه، لا انا انضربت كده انا معانا ما شاء الله هيرو معانا في البيت. زي ما في ازواج كده في زوجات كده. تمام، يعني حضرتك بتقول ان في زوج بيضرب زوجته عشان يحس انه او زي ما بنقول البلد ساعه المستشار كسر لها ضلع مثلا. طب فيه زوج تاني بيسلك طريق تاني خالص. صحيح. بالوعظ مره واثنين وثلاثه انه يعني مثلا يستدعي حد من استجابه، يستدعي حد من اهلها. ما انا اقول لحضرتك اهو، يستدعي حد من اهلها، المهم انه بيسلك طرق تانية خالص غير الضرب. تمام. وفيه رجاله ما بتضربش خالص. يبتدي امتى يستخدم وسيله الضرب دي؟ لا دي سكه تانية بقى، احنا كده هنزعل الناس مننا. لا بلاش دي. احنا بنقول الحق اهم حاجه. هل الحق حق الزوج ده يستخدمه ولا ما يستخدمه؟ صحيح. تمام. طب هل الضرب ده المفروض ان حتى لو فرضنا ان الزوج استخدم حقه ده ما ينفعش ان الضرب ده يتجاوز حد التأديب؟ صحيح. تمام، يعني ما ينفعش ان انا اضرب ضرب مبرح، ان انا اسبب لها مثلا عاهه، او ان تمام. اسبب لها مثلا جرح او حتى احمرار في الجلد. تمام. اهم حاجه ان الضرب ده ما يتجاوزش حد التأديب، والا من حقها اللجوء للقضاء. تمام. وفيه زوجات تانية حتى لو تم الاعتداء عليها بالضرب من زوجها ما بتلجأش للقضاء اصلا، حتى لو ضرب مبرح، ده اللي بيسموه في القانون في اسباب الايحاء ومنع العقاب رضاء المجني عليه، هي راضي خلاص. تمام. احنا بما اننا جبنا سيره الضرب وضرب الزوجات هيبقوا منتظريني بره قدام بوابه المدينه. استاذ محمد دياب اطلع بيا فاصل حالا دلوقتي، اشرب ميه وارجع لحضراتكم من جديد. انتظرونا مع المستشار محمد الجمل. حضراتكم بعد الفاصل وفي ضيافه منور للمستشار القانوني الدكتور محمد الجمل. طبعا كان لازم اطلع فاصل اخد هدنه طيب من موضوع الحلقه، يعني الموضوع كان هيجي علينا الدنيا بس طلع موضوع شيق ولذيذ، وساعات المستشار موضوع سلس معاه وشيق. ورجعنا لحضرتك من جديد. طبعا هنركن حته الضرب دي شويه، نخليها مسك الختام واحنا بنختم عشان يبقى الضرب بعد الهوى يبقى تمام. تمام. عايزين نعرف بقى من حضرتك متى يرتكب الشخص جريمه ولا يعاقب عليها؟ هو المفروض او الاصل ان اي انسان يرتكب جريمه يعاقب عليها. تمام. ولكن كسبب من اسباب الاباحه وموانع العقاب، في بعض الجرائم الجريمه بتتم مكتمله الاركان ومع ذلك لا تحدث اثرا قانونيا في العقاب، مفيش عقاب عليه. ارتكب جريمه مكتمله الاركان ومع ذلك معاقبش عليها، لان قد يكون ارتكاب الجريمه ديت بحق قانوني او بمقتضى حق قانوني. تمام. زي مثلا بنشوف في اعضاء مجلس الشعب يحضر في البرلمان ويقول ويكلم الوزير وينتقد الوزير، لان طبعا معروف ان مهمه عضو مجلس الشعب الرقابه والتشريع، فانا براقب دلوقتي وبتكلم وبشوف الموازنه
وبتكلم مع الوزير مثلا وبقول له وزارتك مثلا مليئه بالمحسوبيه، مليئه بالرشوه، انت لا تصلح وزير، الوزاره فاشله، ومع ذلك لا يعاقب، لان ده في حدود القانون، هو التعبير عن الراي. فهل التعبير عن الراي بمقتضى حق قانوني يعاقب عليه ولا ما يعاقبش؟ ما يعاقبش. تمام؟ طيب. لان يبغي في الاخر المصلحه العامه، الرقابه والتشريع زي ما قلنا. لما الشخص يحضر في جلسه مثلا امام القضاء ويتهم خصمه بالتزوير وانه لغى ضميره او انه ما رعاش ضميره وزور مستند معين، فعشان كده انا بطعن عليه بالتزوير، برضه بمقتضى حق قانون لازم يكون القانون كفل للجزئيه دي. صحيح. حق الدفاع الشرعي، برتكب جريمه مكتمله الاركان ومع ذلك ما عقبش. يعني انا مثلا وليكن الناس، انا قطعت حضرتك، حصل جريمه قتل وانا اخذت مثلا زي ما بيحصل كده بياخدوا بطار بعض وكده في قتل وكده، اعاقب عليها في الوقت ده؟ طبعا. طبعا يعاقب. لازم الشخص يعاقب عليه انه ارتكب جريمه مش من حقه انه يرتكبها، مفيش سبب من اسباب الاباحه. لازم ترجع للقضاء. اللي بيرتكب برضه بس ده طبعا مش موضوع حلقتنا، ان هو يرتكب جريمه ولا يعاقب عليها اصلا، اللي هو بيسموه في القانون مانع من موانع المسؤوليه، لما يكون بيعاني من اضطراب نفسي مثلا، لو مثلا عنده نقص في الادراك او انعدام للادراك، ما هوش عارف هو بيعمل ايه، المريض النفسي. تمام؟ طبعا ده موضوع كبير برضه، ولكن هنضرب مثال بسيط جدا في حق الدفاع الشرعي عن النفس. صحيح. شخصين اتنين، الشخص الاول قاعد والشخص الثاني معاه آلة حادة وجري هيضرب الشخص ده مثلا ايه بالآلة الحادة دي، بحديدة او بسكينة او بغيره. صحيح. وهو الشخص اللي قاعد مجني عليه ملوش علاقة بأي حاجة، لا واحد جاي بيضربه، هيعمل ايه؟ رد فعل اي انسان طبيعي، هيدافع عن نفسه. طب انا خدت السكينة منه مثلا او الحديدة دي منه وضربته بيها كسرت له دراعه، ده دفاع عن النفس. ده دفاع عن النفس. هو ده سبب من اسباب الاباحه. ده سبب من اسباب الاباحه وموانع العقاب، لا اعاقب على الفعل ده. تمام؟ لان كنت في حاله دفاع عن النفس، شرعي عن النفس. ولكن القانون برضه ما سابش الموضوع مفتوح، ولكن عمل له اطار معين اللي هو بيسموه برضه في القانون ايه، او علماء القانون وذكروا على سبيل التحديد الدكتور مصطفى هرجه في شرح قانون العقوبات، قال ذوبان الفارق الزمني. بمعنى ذوبان الفارق الزمني بين الاعتداء وامكانيه الرد عليه. حضرتك جميله بس عايزين نعرف معناها برضه. هقولها لحضرتك اهو. ذوبان الفارق الزمني يعني مفيش فرق زمني. مفيش فرق زمني بين التعدي وبين امكانيه الرد عليه. هو حتى يعني علماء القانون قالوا كده، ذوبان الفارق الزمني بين الاعتداء وامكانيه الرد عليه. يعني لما هو يجي يعتدي عليا وانا قاعد زي ما انا كده وجنبي حاجه فبضربه بيه. هدافع عن نفسي. هدافع عن نفسي. فباخد الحاجه اللي في ايده اللي هيضربني بيها دي وبصد الاعتداء ده. رد الاعتداء ده لازم يكون مساوي له، مساوي للاعتداء اللي جاي عليا، ويكون مفيش فرق زمني، ما فكرش. تمام كده؟ صحيح. لو فرضنا مثلا ان انا فلان ده جه يعتدي عليا وانا استنيت شويه، ناس حشوه وبعد كده استنيت ودخلت جوه اجيب اي حاجه بقى اضرب بيها، آلة تانية، آلة تانية، وخرجت وشفته هو راح فين ومشيت وراه وضربته، ده دفاع شرعي؟ لا ده مش دفاع شرعي. مش دفاع شرعي خالص. لا. تمام كده؟ ده على سبيل المثال. ولازم يكون في موانع العقاب برضو حسن النية. حسن النية في ارتكاب الفعل. احنا قلنا تأديب الأب لابنه. لازم يكون برضو في حسن نية في التأديب. تمام؟ ما ضربوش عشان يرتكب فعل معين. ما ضربوش مثلا أو يحصل سب أو قذف أو عشان احرضه ان هو يسرق ويديني فلوس او انه يرتكب فعل مجرم قانونا ومحرم شرعا. صحيح. ده كده في حسن نيه ولا سوء نيه؟ كده في سوء نيه. طب الاب ده يعاقب على كده؟ يعاقب. تمام؟ لاني تجاوز حد التاديب بطريقه ثانيه. طيب استعمال الحق ده لازم يكون في حدود القانون. زي ما قلنا لحضرتك في اول الحلقه ان الانسان الطبيب مثلا لازم يكون هو اول حاجه لازم يكون طبيب. تمام؟ من حقه ان يحدث جرح في اي انسان بيعالجه. ده حتى في جريمه اسمها الجريمه بالامتناع. بمعنى الجريمه بالامتناع؟ بالامتناع. جريمه بالامتناع ازاي؟ طبيب قدامه مريض. المريض ده يحتاج لعقار معين. تمام؟ او المريض ده يحتاج لعمليه فوريه دلوقتي. والا هيترتب عليه الهلاك او الموت. صحيح. الطبيب لو امتنع عن اعطاء العقار المناسب في الوقت ده هو
هيحاسب؟ ليه المريض يحاسب؟ يحاسب جريمه بالامتناع، ده كان واجبك وانت ما اديتش واجبك ده. تمام كده؟ نيجي مثلا للالعاب الرياضيه. تمام؟ الملاكمه مثلا. تمام. من ضمن قانون اللعبه ما ينفعش الضرب اسفل البطن. لا يجوز الضرب اسفل البطن. ده قانون اللعبه في الملاكمه. يعني بتبقى الضرب في جميع انحاء الجسم يعني. في جميع انحاء الجسم، ولكن كل لعبه لها قانونها. صحيح. قانون الملاكمه ما ينفعش ان تضرب اسفل البطن. والا هيترتب على كده ضرر. وانا بلعب اللعبه ديت بقالي مثلا 10 سنين، بقالي 15 سنه وعارفها وحافظ وعارف. تمام. لو انا خالفت القانون ده، قانون اللعبه، وانا متعمد، يعني عندي سوء قصد او قصد جنائي وعندي سوء نيه وتعديت عليه على خصمي وضربت خصم ده اسفل البطن ادى الى وفاته. لعبه اهي. تمام. والقانون بيكفل اللعبه دي. صحيح. تمام. والمجني عليه راضي بكده باللعبه دي، اللي هو اللي ماده او خصم يعني. تمام. هل الانسان ده يعاقب على الفعل ده ولا ما يعاقبش على الفعل ده؟ يعاقب في حاله سوء القصد، وكده كده هيعاقب، بس حاجتين اتنين بقى نفرق بينهم. اذا كان في سوء نيه او عدم او حسن نيه. تمام. لو في مثلا سوء نيه يعاقب بايه؟ بقتل خطا ولا ضرب افضى الى موت؟ ضرب افضى الى موت. تمام كده؟ تمام. وبتبقى العقوبه كمان من 3 سنين ل7 سنين. تمام. لان انا عارف انا بعمل ايه. ضرب افضى الى موت. قتل خطا لو انا ما اعرفش، لو عندي حسن نيه ممكن. دي بقى طبعا بتخضع لتقدير القاضي الجنائي، وقبل ما تخضع لتقدير القاضي الجنائي بتخضع للنيابه العامه. النيابه العامه اللي تكيفها الاول. تكيفها يعني ايه برضه؟ اي جريمه النيابه العامه بتاخد الاوراق القضيه دي. تمام. تقرا الورق الاول تشوف القضيه ديت قتل خطا ولا قتل عمد ولا ضرب افضى الى موت ولا قتل مع سبق اصرار وترصد او بيسموه بقى في القانون التكييف والاسناد. والتكييف يسبق الاسناد، لازم يكون في تكييف الاول، يعني الواقعه دي او الجريمه اللي الانسان ده ارتكبها تخضع للماده رقم كام، قانون ايه، عقوبتها ايه. تمام. وبعد كده يحصل بعد كده الاسناد. ان انا اسند الفعل ده لمعلوم او مجهول. لو معلوم هسند له الفعل، لو مجهول هيبقى يعني. المهم ان يحصل تكييف الاول للواقع وبعد كده اسناد. تمام. تمام. طيب السؤال ده يعني تردد برضو، يعني ممكن يكون هو مش خارج نطاق حلقتنا كتير يعني. طب لو بنت تعرضت لاي حاله ليها في الطريق، تحرش مثلا او يعني لفظيا زي ما بيحصل للبنات في الشارع، طبعا راحت جامعتها راحت شغلها وحابه تدافع عن نفسها، ايه اللي بيحصل في الوقت ده ليها؟ والله على حسب بقى. يعني البنات دلوقتي ما شاء الله بقت تسيب في شنطتها مش آلات حاده، يعني حاجات بسيطه كده للدفاع عن النفس. ما هي الحاجات البسيطه ديت هتأدي لايه؟ حاجات بسيطه زي ايه؟ يعني مش عايزين نقول اسلحه يعني بتبقى. لا ما هو اسلحه دي ما تنفعش، المفروض تعاقب على الكلام ده. لان الاعتداء اللي عليها او اللي حصل عليها. تمام. يعني ما يستاهلش ان هو يحصل مثلا تعدد قطر او بمطوه او بسكينه او باي الم الالات او اللي هو الصعق الكهربائي والكلام ده. تمام. لا تعدي لفظي مثلا. يعني واحد مثلا جاي يضربني بالقلم، اضربه انا بسكينه عشان اقول له انا بدافع عن نفسي؟ يقول دفاع نفس، دفاع شرعي؟ لا طبعا. واحد بيضربني مثلا بسكينه، اضربه انا قبل ما يجي بمسدس؟ لا. طب ايه اللي بيحصل في الوقت ده؟ طيب يعني كنصيحه من حضرتك برضو يعني والله كده كنصيحه هي تحاول تعالج الموضوع الاول باي طريقه تانية غير اللي يعني دلوقتي في مواصلات عامه وحصل لها اي حاجه. اكيد في ناس معاها في المواصلات للاسف. يعني الموضوع ده تردد كتير وتذكر السؤال ده كتير وبقت في ناس ما بقتش تجاوب. يعني ممكن تبقى في مواصلات عامه ويحصل وكان حاصل قدام عينيا والشباب والرجاله مكانه، ما حدش يتحرك من مكانه وهي بنت لوحدها ما تتحركت. يعني هو الحاجه دي بتخضع للناس اللي موجوده. وبعدين اللي انا اعرفه يعني ان طبيعه الشعب المصري مش كده. اي واحده قدامي بتتعاكس او اي واحده في حد بيتحرش بيها او بيقول لها او بيضايقها في اي حاجه اكيد الناس مش هتسكت يعني. تمام. طبيعه الشعب المصري مش كده. تمام. طب وايه راي حضرتك اللي بيحصل على السوشيال ميديا دلوقتي، ان انا عشان اجيب دخل مادي وبرده مش بعيد برده عن موضوع حلقتي وبيطلع بشكل غير ادمي وغير حضاري، تبقى برده ازمه اباحيه برده بمنظر مش لائق بالمره وابتدي اظهر عشان الماديات. القانون بيعاقب في الوقت ده؟ القانون بيعاقب. ايوه فعلا. تمام. من ناحيه القانون بس دي عايزه حلقه ثانيه نتكلم فيها، دي ملهاش علاقه بحلقتنا. حلقتنا اسباب الاباحه، امتى ارتكب جريمه وما عاقبش عليه، وهل لو ارتكبت الجريمه دي هل اسمها جريمه؟
ما انا قلت في اول الكلام ايه، ان اسباب الاباحه افعال تخرج الفعل المجرم من دائره التجريم الى دائره الاباحه. تمام. الكل يقول ان هو فعل مجرم، ولكن لو عمل الفعل ده طبيب او ما يعاقبش. تمام. قلنا بمقتضى حق قانوني او ان مثلا اداء الواجب زي ما قلت لحضرتك عشماوي اللي بينفذ حكم الاعداء صحيح ما يعاقبش، مع ان ده جريمه قتل، ازهاق الارواح. معروف ان الاصل ان ازهاق الروح او القتل يعاقب عليه، طب ليه عشماوي ما بيتعاقبش؟ ماشي. صحيح. ما يعاقبش عشان ده اداء واجب. تمام. في مثال برضه الأسئلة اللي بتيجي في ذهني أو بتبقى بتتردد معايا دلوقتي حالا فابتدي أعرضها على حضرتك. ما هو عشان أبين أكتر أسباب الإباحة وموانع العقاب، إمتى ما أعاقبش؟ ماشي. في حالة ارتكاب جريمة مكتملة الأركان، يعني هي جريمة مكتملة الأركان ومع ذلك مش هعاقب عليه. الراشي للأسف الوقت عدى سريعا جدا مع حضرتك، ويعني الموضوع شيق جدا، على قد ما الموضوع كان عنوانه بالنسبة لناس كتير ملفت للنظر وواخدينه تحت بند ان هو مش لفظيا مش كده، بس موضوع شيق جدا مع حضرتك، اسعدتنا جدا بحوارك وان شاء الله يكون لنا حلقات كتيرة مع حضرتك. نصيحة سريعة بقى للشباب والبنات بقى قبل ما تختم بقى كده. هي النصيحة ما تبقاش سريعة، ده لازم باستفاضة. ماشي. ولكن يعني ايه نصيحتي لأي حد، لو في مشكلة مشكلة تحل يعني او تتحل بالعقل وبالراحة بعيدة عن اللجوء للعنف. يعني نورتني وشرفتني واسعدتني بحوارك، وان شاء الله يكون لنا حلقات كتيره مع حضرتك. إن شاء شكرا الله. لحضرتك. اعزائي المشاهدين نترككم في امان الله، كانت معكم امل زهران.